بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم مره اخرى الغداء ديالي اللي هو واحد المريقه ديال الدجاج شفتها عند قناه حليمه الفلالي، هي سماتو الدجاج القدره يمكن هكا الى ما غلط. وبالنسبه للمقادير انا عندي الدجاج هنايا، عندي دجاج كروازي ها هو، عندي البصلة قطعت وحدة هكا مربعات صغيرة، والاخرين غادي نخليهم حتى نزيدهم من بعد. عندي الثومة تقريبا جوج فصوص ديال الثومة، عندي زيت بلدية، عندي زعفران الحر، عندي سكنجبير، ملحة، والخرقوم بلدي، شوية ديال البزار كذلك. وشويه ديال القرفه شي تبعي صافي. هادشي هادو هما المكونات اللي عندنا. عندنا اللوز انا عاد فزقتو، غادي نفسخو ونقليه. هي دارتو هكاك خضر مع المرقه طاب مع الدجاج، انا ما يعجبنيش هكاك، وحتى هي قالت حتى هي ما تعجبهاش بحال هكاك، ولكن هي دارت الوصفه زعما كما هي في الاصل ديالها كما هي. كيطيب معها اللوز خضر، كنقشروه وكترميه مع المرقه. انا ديجا جربت هذه الوصفه ديال اللوز خضر، كنت شفت عند شوميشه طايبه مع الدجاج وهذا، ما عجبنيش نهائيا اللوز هكاك، فنفضل انني نسلقه ونقليه وعاد نضيفو، كيجي ديك القرمشه زوينه. صافي نبداو على بركه الله. عندنا شويه ديال المعدنوس نسيت ما قلتهاش لكم، كنديرو كميه ديال الزيت بلديه، وغادي نضيفو هاد البصله، وغادي نزيد باقي واحد البصله اخرى هكا نقطعها هكا باش تدينا التغميره تجي زوينه. بالنسبة للدجاج راه طبيعة الحال مغسول ومرقد ومحمض، بالنسبة للكمية على حسب عدد الأفراد الأسرة ولا عدد الأفراد اللي غادي ياكلوا، فما غاديش نقدر نعطيكم عبارة مضبوط، كل واحد وكل شحال كيطيب في دارو. أنا كتشوفوا درت شوية كمية ما بيهاش لأن كاين اللي غياكل معانا وصافي. غادي نحاول نقطع هاد البصيلة، هنايا في هاد البخارة دايرة كورجيت كتبخر، غادي ندير بيها واحد السلطة، غادي نشاركها معاك حتى هي. إذا ندير الدجاج ديالي، ديك القطيطة ديال الدجاج دابا غادي نضيفو المقادير، غادي المقادير نعطي هي زعما غادي ندير المليحة. كنقول لكم الملحة على حسب الذوق لأنكم كنتو مرقدين الليلة كاملة في الحامض، ما تكثرش بزاف الملحة. غادي ندير شوية الزعفران الحر، اللي ما عندوش الزعفران الشعرة يقدر يدير ديك الضويمة ديال الزعفران ريما لا درك تمشي ليها. غادي نديرو شويه ديال الخرقوم بلدي، غادي
شويه ديال السكنجبير رانا قص عليه باش ما تحرق لنا العطريه وصلت القيمه ديالها باش ما نديرو الماء كامل. كندير شويه ديال القرفه تقريبا واحد نص معلقه ديال القرفه والبزار ما كنكثرش فيه لانه تخلي ديك الطيبه ديال القرفه وطيبه ديال السكنجبير والزعفران يكونوا هما طابين. غادي ندير هنايا شويه تاع المعدنوس وغادي نغطي عليه واحد شويه من بعد نقلبو زعما باش يتشحر غير تطلق البصله الماء ديالها عاد نبدا نقلب فيه يتشحر دابا غادي نقلب الدجاج ديالي باش ياخذ العطريه من كل جهه غادي نزيد شويه ديال البسبيسه وقع قله ما يمكنش انا نطيب الدجاج بلا ما نزيد فيه البسبيسه وقع قله عرفت علاش كيجيني ضروري منهم واخا ما كيعجبني نشرم الدجاج ونحطو احسن ليا من هذه الطريقه هذه ولكن انا حيت شفت هاليما كيلا لي دارت ليه هكا بغيت غنطيبو بطريقتها هي كيف ما دارت لي غادي ندير ليه انا نقلبو مزيان نخلو عليه عافيه مهيله حتى يطيب غادي نضيف دابا ديك البصله الاخرى اللي عندنا قطعناها هكا شنانف ولا شرائح ولا واحد شنو نقول ليها غادي نخبطو بها من الفوق غادي ندير شويه ديال المليحه من الفوق نعصب البصله غادي نضيف شويه تاع المعدنوس عليها صافي نغطيها ونخليها على نار مهيله تطلق البصله الماء ديالها كلو هو باش غادي يطيب هذاك الدجاج الدجاج واخا كروازي صغير يعني مربي في الدار مربي في الدار كنقول لأمينة اختي شكرا من هنايا هادي هي اللي عطات لي الدجاج كروازي وصافي يعني دغيا كيطيب ماشي كبير بزاف هادشي اللي كان غادي نغطي عليه دابا ونخليه حتى نرجع لكم من بعد باش نشارك معكم النتيجه النهائيه ديال هاد الدجاج وش لاضه اللي غادي ندير سلطه ديال الكورجيت بالنسبه للسلطه اللي قلت لكم غادي ندير وحده ديال البطاطا حتى هي تنقصها نفس المقادير اللي غادي ندير في هذه كندير في هذه عندنا هنا الكورجيت غادي نزيد عليها شويه ديال البصله شويه تاع المعدنوس
مليحه لانني نسيت ما درتش الملحه باش غادي نصورها. وغادي نديرو شويه ديال الطون وغنخدم شويه القرعه. قلت درت شويه ديال الطون شويه القرعه شويه المعجنوس شويه الملحه. غادي ندير قياس معلقه ديال المايونيز. الكورجيت ممكن ديرها بهاد الطريقة، ممكن ديرها بهاد الطريقة ديال الزعلوك، يعني دير فيها التومة وشوية ديال الماطيشة وتشحروها. دابا غنحركو غير شوية باش ما نعجنوها. بهاد الطريقة كتجي زوينة، يعني شلالة باردة كما كنقولو. تقدرو تزيدو شوية تاع البزار، أنا عرفت ما غنديروش، غنكتفي غير ب هادشي لي درت. طبق ديال التقديم، طبق زعما طبق تشوي كوك. طيب صغيور عليها هذا كاش غير كثير العيش غادي نبنيها. شوية د المعجنوس، شوية تاع البصلة، اللوز غادي يتحرق، غادي نديرو شوية د الكامون، شوية، غادي نديرو زويتة، نديرو بزار، غادي ندير شوية تاع المايونيز، كاس معلقة ديال المايونيز، وغادي نخلط. هاد الطريقة تقدرو ديروها في الخيزو، في بابا، في لوبيا، إلا كنتو غديرو شلاضة كتيرة زعما أو مليحة، جميع الخضر تقدر ديرولهم هاد الطريقة هادي. نسيت ما تقطع التصوير وما قلتش بلي راه درت حتى الطون، تا هي نفس الشيء، شوية ديال الطون. وصافي هذا مكان الشطيضه ديالنا والغدا ديالنا واجد. غادي نحطو في التبصيل ونرجع لكم باش نوريكم الصوره النهائيه. وهذا هو الغدا ديالنا، جا رائع جدا، الريحه كتشهي. درت مع عصير ديال الكاكي والليمون. صافي حتى لهنا نقول لكم بالصحه والراحه، تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.